يا كابتن، الدوري السعودي ضعيف ليه الموسم ده كده؟ ضعيف؟ صلى على النبي يا عم. الدوري السعودي مش ضعيف ولا حاجه، بس عشان جماهير الاهلي والنصر السعودي، وكنت متوقع من مباراه النصر والاهلي مباراه امتع واجمل من كده، فكانت بالشكل والاداء الضعيف اللي احنا ما كناش متوقعينه، مش كناش عايزينه اساسا، لان فريقين كبار وتقال جدا قدموا مباراه يعني احداثها مش حلوه. احنا كنا عايزين نستمتع اكتر من كده بالكوره. بيتهيألي جمهور الاهلي وجمهور النصر نفسه مش راضي على الاداء ولا النتيجه. الاهلي محتاج شغل كتير والنصر محتاج شغل كتير، لكن الدوري السعودي اقوى من كده بكتير. انت عندك فيه الشباب عنده شغل كبير جدا، القادسيه، الاتفاق، اللي بكلمكش بقى على الهلال والاتحاد. الهلال والاتحاد السنه دي بسم الله ما شاء الله، الاتحاد استفاق والهلال الهلال طبعا، عشان الكلمه مخلصه بعضيها. الهلال هلال والاتحاد قادم وعامل مباريات ومستواه، والماتش اللي فات كسبان 7-1، وان شاء الله باذن الله في الكلاسيكو السعودي ان شاء الله باذن الله هنتفرج على المباراه يوم السبت، احنا منتظرينها. فعشان تيجي تقول لي ان الدوري السعودي ضعيف، لا مش ضعيف. الضعيف السنه دي هو الاهلي والنصر. والاهلي والنصر لو دخلوا المربع الذهبي تبقى انجاز بالنسبه للفريقين على الاداء والنتائج اللي احنا شايفينها، سواء في الدوري السعودي او في دوري ابطال اسيا. احنا اتكلمت في النقط دي كتير قوي، ان لازم يبقى في تغيير جذري في الهلال في النصر وفي الاهلي عشان نشوف منافسه. انا لا ضد الهلال الاهلي ولا ضد النصر، بس انا عايز كوره، فانا مش شايف كوره. والكلام ده قلته من الموسم اللي فات، قلت النصر الموسم اللي جاي لو استمر بالشكل ده مش هيبقى في المربع الذهبي، ولو استمر بالشكل ده السنه الجايه او الموسم الجاي ممكن نلاقي النصر بينافس من اجل البقاء في الدوري. افتكروا كلامي كويس قوي. فالاهلي عايز حل وعايز معالجه سريعه، والنصر عايز حل وعايز معالجه سريعه عشان تشوف الدوري بشكل جيد. لكن اتفرج على الاتفاق، واتفرج على الشباب، واتفرج على القادسيه، واتفرج على الاتحاد بقى والهلال، هتلاقي الدنيا مختلفه خالص. في فرق كبيره جدا، بس الفرق زي النصر والاهلي ما كناش نتمنى ان احنا نشوفهم بالمستوى ده. هم مصدر سعاده كبيره جدا في الكوره، وليهم متابعين بشكل كبير جدا، فالناس لما تيجي تتابعهم وتلاقي الاداء والشكل غير مرضي، غير ممتع، ما فيهوش كوره، الناس هتقول لك ان الدوري السعودي ضعيف. لكن الدوري السعودي لسه هيولع ولسه هيشتعل ولسه ولسه، لان انت عندك في فرق بديل الاهلي والنصر اقوى بكتير. السلام عليكم ورحمه الله.